أول حاجة أنا بشكر حاكم الشارقة اللي قال على الجندي المصري أنا نفسي ألمع البيادة بتاعته. عايزة أقول له أنت راجل محترم، أنت راجل وطني، أنت راجل يعني عارف قيمة الجندي المصري. أنا العسكرية اهي بقول للجيش والشرطة تسلم إيديك ورجليك وعينيك وتسلم البيادة العسكرية، ومن حبي فيكم دي رسالة مني للعالم كله، العالم الغربي بالذات، إن إحنا ورا جيشنا ورا شرطتنا ومهما يحصل وبنحبهم وواثقين فيهم ووراهم للأبد. وآخر نقطة في دمي هفضل أقول تحيا مصر وتحيا السيتي وتحيا جيش مصر العظيم وتحيا الشرطة المصرية وتحيا الجيش المصري العظيم اللي ورا جيشه وورا شرطته في المحن، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فنادق في الأرض علشان خاطر الناس تستخبى. كان عمري تقريبا 13 14 في الحدود دي، كنت بسمع الطيران المصري كده يعني، وكان العساكر يقول والله العظيم محدش يطلع. والدي الله يرحمه كان يقول له ايه، ما كانش في حاجه اسمها امين شرطه زي دلوقتي، كان يقول له حاضر يا شاويش.